متابعينا، نرحب بكم من جايتكس، ومعي ضيفي اليوم سعادة عامر شرف الدين، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السبراني بمركز دبي للأمن الإلكتروني دبي الرقمية. مرحبا بك. مرحبتين أخوي أبو أحمد، فرصة سعيدة أن نكون معاك اليوم هني، ويسعدنا أن نكون وياكم ويا المستمعين إن شاء الله، ويستفيدون من اللي راح نشارككم فيه إن شاء الله من معلومات. أنا على يقين أن راح نستفيد، لأن موضوع الأمن السبراني هو أمن يعني مهم وقضية مهمة. قبل ما ندش بالتفاصيل، نعم، لمشاهدينا، نعم، ما هو الأمن السبراني؟ الأمن السبراني الله يسلمك مصطلح اللي محطوط وفي تعريف واضح له، هي عبارة عن أنظمة، أدوات، برامج وأشياء تستخدم في حماية المنظومة الإلكترونية. هذا مفهوم اللي راح تقرأ يمكن في الإنترنت، وفي تحدي على المفهوم، بس أظن العالم كله يشوف الأمن السيبراني كأداة أو طريقة وسيلة نحمي عمارنا فيها. يعني الأمن السيبراني هو عبارة عن أمان، كيف أنا أأمن الممتلكات اللي موجودة التابعة لي أنا شخصيا أو لمؤسستي ومنظومتي إلى آخره. فالأمن السيبراني هو شيء يشعر يخلي الشخص يشعر بالأمان. هذا اللي أنا أشوفه المنظور المجتمعي للأمن السيبراني. فالمصطلح التكنولوجي شرحنا كأدوات وأنظمة وبرامج تستخدم في حماية الشبكات والبيانات اللي خاصة فينا، ولكن كمفهوم في المجتمع اليوم الأمن السيبراني عبارة أنه وسيلة حماية، كيف نحمي بعض نحن. طريقة عملكم يعني الموضوع مو سهل، يعني اليوم المخترقين، خلينا نقولها بكلمة، مخترقين، نعم، اليوم يستخدمون أساليب كثيرة. دوركم، طريقتكم، اكتشافها، حماية المجتمع. نعم، شوف، يمكن أحب أبدأ بالاستراتيجية أول شيء، نأخذها من أول الطريقة اللي اشتغلنا فيها عن طريق الاستراتيجية. يعني ما يصير الشغل بدون ما تحط خطة تعرف كيف تنفذها، تابع فيها وتحمي فيها الأشخاص والمؤسسات والدوائر الحكومية. ففي 2017 أطلقنا النسخة الأولى من استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني برعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. وفي 2023 السنة شهر 7 أطلقنا النسخة الثانية برعاية سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي الله يحفظه. فالاستراتيجية فيها محاور عديدة، بتخلي يمكن بشكل عام جدا اليوم على سبيل المتابعين يكون على علم. استراتيجية اليوم تربطنا كلنا ببعض وتحط أطر وأساليب التعاون والمشاريع اللي لازم نطلع بها على سبيل نحمي الأشخاص. ففي محاور أربعة رئيسية في الاستراتيجية. المحور الأول اللي هو الوعي، الوعي في الأمن الإلكتروني وفي العالم السيبراني وايد ضروري، ويمكن ما نتكلم عن بعض الأمثلة إن شاء الله وياكم، نوعي فيها الكل شو التدابير اللي واحد لازم يأخذها والأشياء اللي يسويها عشان يحمي عمره من المخاطر اللي موجودة. المحور الثاني اللي هو محور الابتكار، واللي يفتح الباب وينمي الأفكار في عالم الأمن السيبراني، توليد التكنولوجيات الناشئة، نقول الذكية اللي موجودة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي. اليوم فيه أفكار تطلع منه، فاليوم فيه ناس تحب تطلع بأفكار وأدوات وبرامج راح تساهم بشكل كبير في هذا العالم. فنحب ندعم نحن من خلال هذا المحور الناس اللي موجودة في هذا المجال. المحور الثالث اللي هو محور المرونة السيبرانية، اللي من خلاله تطلع الأدوات والأنظمة والبرامج والسياسات اللي نحمي فيها ممتلكاتنا، معلوماتنا، وأنظمتنا. والمحور الأخير والمهم اللي هو التعاون، محور التعاون المحلي والدولي الإقليمي، ضروري جدا لمكافحة الجرائم الإلكترونية، لأن شخص واحد ما يقدر اليوم يحمي بروحه بس بيته، لازم نشتغل كلنا ونتكاتف مع بعض نحمي كل البيوت اللي على المستوى العالم. يعني وجودكم في منصة دبي الرقمية مهم، يعني الأمن السبراني اليوم داخل بيوتنا. نعم. من خلال الجهاز، من خلال الآيباد، من خلال البي سي، متواجد. نعم. التحولات الرقمية. نعم. خلني على الشق الأول، حماية الأجهزة الحكومية. نعم. تحصل اختراقات، تحصل سرقة معلومات، تحصل سرقة بيانات مهمة. نعم. ولها خصوصية. دوركم في حماية الأمر هذا؟ نعم، احنا دورنا اليوم من خلال الاستراتيجية والتوجيه من القيادة الرشيدة نبني هذه الأنظمة اللي تعطينا أساليب الحماية. في أنظمة نوعين، أنظمة فنية وسياسات تطبق بمعايير معينة ترفع من كفاءة الحفظ على المعلومات.
خلنا ندخل في شق الأنظمة لأن في شوية أثار وطريقة. إحنا اليوم نرابطين مع جميع الدوائر الحكومية، نستخدم عدة أدوات أطلقنا برعاية سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المؤشر دبي الإلكتروني في 2020 برعايته. والمؤشر عبارة عن شو؟ مقياس لدرجة تطبيق معايير الأمن الإلكتروني في المؤسسة الحكومية، وتعاوننا مع الدوائر الحكومية والشبه الحكومية، فيقاسون من درجة نقطة إلى 5 نقاط، 5 نجوم تقدر تقول بعد 1 to 5، نسبة امتثالهم لهذه المعايير، فيقيس سرعة الاستجابة. فإذا صار أي حدث مشبوه وشكينا فيه من خلال الأدوات والأنظمة اللي موجودة نقيس فيه سرعة الاستجابة. عندنا نظام اسمه ترس يمسح المواقع الإلكترونية التابعة للجهة، فيمر على الموقع الإلكتروني اللي يستخدمونه الناس اليوم أو الموظفين في المؤسسة إذا كان داخلي، ويشوف شو في من أشياء تحديثات لازم تصير ما صارت مثلا، فيشعرهم على طول، وعندهم فترة معينة لازم يقومون بالإجراء اللازم عسب يرفعون من الكفاءة. عندك الكاشف، نظام الثاني اللي هو الكاشف، هذه على عبر السنين أطلقناها من 2020. الكاشف يمسح جميع الأنظمة وبعد يشوف هل هي محدثة بآخر التحديثات الأمنية وغيرها، فيعطيك بعد نسبة على التزامك في هذا الجانب. وعندنا بعد الطارش، نظام الطارش اللي هو يمسح خادم البريد الإلكتروني مال الإيميل يعني، ويطالع هل هو ممتثل بالمتطلبات الأمنية وبعد يعطي نتيجة عليه، وشغالين بهالطريقة. واليوم احنا هني في معرض جايتكس أطلقنا بعد مبادرات جديدة من ضمنها الأسرة، أسرة مؤشر دبي للأمن الإلكتروني، وهذا البرنامج اليوم اسمه المها، يمسح بشكل خارجي كأنه من خارج الشبكة على البرامج التابعة للحكومة، ويتأكد أنها سليمة من الثغرات، وإذا في أي شيء مشبوه أو أي تحدي لحظي يعني يشوف لك إياه عشان تستبق وتستشرف انت التحديات اللي ممكن تيك، فانت تحتاج الاشياء اللحظيه اللي تبين لك فيها. وهي تحدي كبير يعني فعلا، وجود اليوم في هناك شركات ترى اصبحت متخصصه، نعم، افراد اللي يسمونهم الهاكرز متطورين، يعني ما اقول لك انا شهريا يوميا يبتكرون اساليب للاختراق، وصارت التجاره اليوم ما حد يكسر بنك ويبوق اليوم، صح، عن طريق الاختراق اسرق ما لاخذ. اختلف الاسلوب اليوم، كان تحولات رقميه صارت عندهم الحين. في احصائيات دوليه من شركه ستاتيستا مختصه في الاحصائيات تبين جراء الهجمات او الجرائم الالكترونيه. في 2017 كان تقريبا 850 مليار دولار، 850 مليار على مستوى العالم، مستوى العالم. وفي 2023 وصلت تقريبا 7 تريليون دولار التكلفة الناتجة من وراء الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم طبعا، ومتوقع لين 2028 ازدياد 60%، بيوصل تقريبا 15 تريليون دولار. احنا دخلنا على التحولات الرقمية الحين، واضح العالم. واضح. خلني اعطيك بعض الأمثلة، فانت قلت الهجمات والشركات وغيره، لو نفتح الأخبار العلنية اليوم كل يوم والثاني تقريبا بتقرأ خبر حد تأثر بفيروس فدية، حتى في إحصائية ما استحضرها حاليا تبين لك يعني أعداد الهجمات اللي تستوي عن طريق فيروس الفدية بالدقائق اللي تستوي، يعني على مدار السنة كل دقيقة في حد ينضر بفيروس فدية بمختلف أحجام الضرر. فيروس الفدية أول شيء عرفه هو عبارة عن فيروس إذا جاء على الكمبيوتر شفره كامل، قفل الكمبيوتر وقفل كل الكمبيوترات اللي حواليه في المنظومة. فشو يستوي؟ فإذا أنت مؤسسة تقدم خدمات وقفت الخدمات سواء داخلية أو للجمهور. فبعيد الشر عن الكل، إن شاء الله ما يضرب لأي حد نعرفه، لأن هذا من أسوأ الأنواع اللي تعرقل فعلا الخدمات والسمعة على المؤسسات. فضروري التدابير الأمنية اللي ذكرتها والأدوات، الأدوات هاي تساعدنا وتحمينا. فمثال خلنا أعطيك مثال، اليوم في خبر قريناه موجود، شركة بريطانية تأثرت ما قدرت تتعافى من فيروس الفدية اللي ضربها، واضطرت الشركة بعد شهور بسيطة تعلن إفلاسها. شركة لوجستية مشهورة اسمها KMP Logistics، موجودة في الأخبار يعني وحاطينها في البي بي سي وغيرها من الأخبار، ما قدرت تتعافى من الكارثة هاي واضطرت أن تعلن إفلاسها وتلغي 730 وظيفة موظفين. 730 من شو؟ فيروس فدية ضرب.
فضروري جدا جدا الإجراءات الوقائية اللي واحد لازم يأخذها يحمي فيه منطقة. يعني خاصة في عالمنا اليوم التحولات الرقمية والذكاء الصناعي والمنصات يجب أن نهتم، إذا كنا نصرف دينار يجب صرف دينار مقابل حماية المؤسسة. يعني هي الآن الحماية الأمنية عن طريق الأمن السبراني اللي يحافظ لك ويحافظ لك على ثرواتك وبياناتك وشركات، ضروري جدا، والخدمات اللي تقدمها الموارد. ومثال ثاني بعد، شركة أو سلسلة فنادق مشهورة في لاس فيغاس بعد في الأخبار ظهرت تأثرت للأسف بفيروس فدية، عرقلت أنظمتهم الداخلية في الفنادق، في الغرف، حتى التشيك إن اضطروا في بعض الأماكن تكون الطريقة اليدوية، الأنظمة الترفيهية، الإضاءة، التحكم، كان في صعب يعني عملية إلغاء البرنامج وإعادة بناء صعبة، يعني لو دش مو سهلة القضية. إذا مثلا قصدك أن تتعافى يعني كأسلوب أسلوب تعافي البرنامج مثلا، لا قدر الله منصة معروفة حكومية دخل عليها فدية وأغلق مقابلهم ويطلبون رسمي في الدار بيقولك نبي المبلغ الفلاني. صح، أساليب الفدية مختلفة، في اللي فقط يشفر، في اللي يشفر ويحاول يأخذ نسخة من المعلومات يشهرها عليك إذا ما تم دفع الفدية، فحسب طريقة الأنواع وشوفها في الأخبار اللي على مستوى العالم، يعني تتعلمها وشوفها من الأساليب اللي يستخدمونها. فالأسلوب اللي أنت ممكن تحمي نفسك منه غير الأنظمة والأدوات والمعايير والأبديت التحديثات الأمنية، يعني أنك تكون عندك تخزين احتياطي. فإذا أنت عندك مراكز التعافي للكوارث أو نسخة تعافي للكوارث تكون من عزلة بطريقة خاصة، فإذا صارت أي مشكلة تسترجع. صح، وفعلا معظم الحالات تكون بهالطريقة. فإذا لا قدر الله ضرب فيروس فدية مستهدف أو بالحظ وصل له، ترى أحيانا الفيروس الفدية ما يكون مستهدف، يكون منتشر وضربك بالحظ وراعي وأنت ما تدري، وراعي يكتشف بعدين، وقد يكون مسؤول من جهازه دخل على نظام الدولة وسبب كارثة. أنا دائما أقابل المختصين في موضوع الأمن السبراني وال يروني مخطط، يقول لك شوف الدول أكثر شيء مخطط يبين لك الدخول، مو يقول لك بالدقيقة. صح، الاستهداف اللي يحصل يوميا. أنتوا كجهاز عندكم هالمخططات وتشوفون الهجمة الهاكرز أو الشركات اللي تحاول اختراق الأنظمة، رصدكم تابعونها إذا كان هناك زياد على زياد في عملية الاختراق، كيفية معالجتها، الحماية. دائما يقولون البنوك محمية لأنها تدفع زيادة. أنتوا كدور يعني لو شفتوا جهة فيها محاولات شلون تقدر تمنعونها؟ نعم، بالأدوات والأنظمة اللي موجودة نقدر نشوف هذا الشيء. اليوم في المركز وفي بار سيستم جديد أطلقناه اسمه مرقاب، يساعدنا ويساعد المؤسسات الحكومية. ترصدون على طول؟ ترصد على طول. هو هل عبارة عن نظام يشوف لك ويحلل لك الشبكة الخاصة فيك الحكومة فقط يعني، ويشوف من خلاله شو الحركات اللي قاعدة تصير في الشبكة قد تكون مشبوهة، وتعطي المؤسسة نافذة على هذه البيانات، فيقدر يشوف المحاولات أو مش المحاولات، يمكن محاولات على لسد الثغرات مثلا لو أكثر يعني من شغلة. هو يبين لك بشكل لحظي شو اللي قاعد يحصل في الشبكة عندك، فهذا هو دوره. يعني يعطيك اليوم أنت عندك شبكة وشو اللي قاعد يصير بين الكمبيوترات الحل. ما تعرف، هذا يقول لك هذا اللي قاعد يصير من الانترنت، هذا الترافيك اللي قاعد يجي وهذا اللي قاعد يصير. ممكن يكون ترافيك عادي يستخدم في بين الموظفين لأداء مهامهم، أو ممكن تكون عبارة عن محاولات للاختراق، فأنت تشوفها وتطالع مؤشراتها، محاولات على يوزر مثلا أنه يحاول يخمن الباسورد الخاص فيه. فاليوم صارت عندك نافذة عن طريق هذه المنصة هاي، وهاي هي الطريقة احنا عندنا نافذة بعد في المركز نستخدمها عن طريق نظام المؤشر الأمن الإلكتروني. في نافذة أساسية موجودة في المركز نساعد فيها الدوائر الحكومية بمشاهدة الحركة اللي تصير على الشبكة، والإحصائيات الدولية مثل ما تفضلت تشير في اليوم نوافذ من نوع ثاني، خارطة تبين لك الهجمات اللي قاعدة تصير من مدينة لمدينة. هاي عبارة عن تحركات في الشبكة يعني، وأصبح في جيش عسكري ترى الآن في موضوع الهاكرز واستخباراتي ودخول على دول وتوقيف منشآت مهمة وتغيير مثل ما قلت ممكن أنسف منظومة كاملة من خلال منظومته واختراق هذه الجهاز. لهالسبب أنت لازم ما تفرق وتقوم بكل الإجراءات اللي تقدر عليها، شتى أنواع المحاولات من المجموعات المختلفة ممكن تي، وهذا على العالم كله.
يعني مش بس في مكان. اخي عامر في بعض الاحيان امور شخصيه يعني نتلاقاها يوميا مشاكل وقد نتواصل مع الجهات المختصه، هي عملت اختراق بعض التلفونات او محاوله لاشياء شخصيه لنساء او صور شخصيه. دائما يقولون نصيحه مع المختصين عندنا، يقول لا تصور بتليفونك. يا جماعه ما اقدر ما اصور بتليفوني، اصبح الجهاز لا تحاول تنزل صور نسائيه او صور خاصه في الجهاز. احنا تعرف سفراتنا نصور مع اهالينا، اليوم هذه مشكلة أساسية، ويمكن الجهات الحكومية في مثل حضرتكم يعني تتابعون. نعم. جهاز التليفون لدى المرأة تصور شغلات شخصية مع أهلها وهذا. نعم. ما هي نصيحة اللي تقدمها لهم حتى لا يخترق هذا الجهاز؟ زين. وحتى سرقات. كلامك في مكانه، وهذا شيء عايشينه يعني في الفترة الأخيرة، وترجع المواضيع هاي من فترة لفترة. فنأخذها بالطريقة التقليدية أول شيء. إذا أنا عندي صور خاصة في ملف، وين راح أترك الملف؟ ما اتركه في السياره وهذا، لازم اخليه في مكان مامن مقفول وكذا. نفس الاسلوب مع التليفون، هم الناس يسمونه اختراق، بس هو مش اختراق لانك انت سلمت المفتاح لراعي بالاسلوب الاحتيالي طبعا اللي يخدعنا فيه وبالتعاطف. لازم التوعيه، التوعيه اللي هو يتعاطف ويكون في تحدي ساعات في هذا الجانب، لانه يكون مثلا حساب لشخص انسرق عنه، هم يقولون التهكر، التهكر معناه تدخل خلف الكواليس، لا التهكر بما معناه أخذ المفتاح من راعي ودخل، هذا هو المصطلح. فيوم نستخدم نقولها دخل بيتك، أي دخل بيتك، أنت أعطيت المفتاح. يوم تراجع صحيح. الخطوات هو بأسلوب السوشيال انجينيرينج اللي يقولون الأسلوب الاجتماعي، الهندسة الاجتماعية يستخدمونها وايد في المصطلحات السايبر سوشيال انجينيرينج، أخذ المفتاح عنك. فنفس الشيء في مثلا الواتساب اللي ممكن حصل في بعض الأشخاص، يطلب منك يكتسب ثقتك لأنه مستولي على حساب حد من معارفك، ويطلب منك الرقم، راح يطلع لك سواء كان بالأس أم أس أو من خلال البرنامج نفسه بوب أب، يطلع تعطيه أنت الباسورد أو الأرقام هاي ويفتح له النظام. فالصور والأمور هاي بالمصطلح شرحت لك، أنت لازم تكون حريص. أي رابط لا تستعين. فلو الوعي مثل ما تفضلت. نعم. ضروري جدا. دوركم في التوعية. نعم. توعون المجتمع. نعم. احنا طبعا جزء من هيئة دبي الرقمية، وهيئة دبي الرقمية صارنا من فترة ونحن أطلق عدة فيديوهات توعوية نحاول ننشرها عن طريق الوسائل الاجتماعية الموجودة من خلال المشهورين في الوسائل الاجتماعية مثل حضرتك يعني أبو أحمد ما شاء الله، توصل الرسالة هاي للمجتمع ويستفيدون منها. عنا فيديوهات عن الاختراقات أو خلنا نقول محاولات الاختراق اللي تحصل، ونوعي في هذا الجانب. لا تشاركون التزييف العميق لو سمعت عنه. نعم. الناس تحاول تأخذ صوتك وتحوله للذكاء الاصطناعي، بالذكاء الاصطناعي وتأخذ وتستغل. ركبوا ناس وغيروا وبدت. في فيديو عنا يا في موقعنا حطيناه ويذكر حادثة استوت للشركة 35 مليون دولار تحولت، والسبب أن واحد قدر يأخذ صوت المحاسب أو الشخص المعني بالقرار عفوا وبعثه للشخص اللي قبل ذاك وصارت العمل. المفروض أنه يحترس من المواضيع هذه. فالوعي إحنا نقوم فيه عن طريق الهيئة بهذا الشكل، نحاول نتغلغل في المجتمع بقدر المستطاع. وفي دورات توعوية نسويها عن طريق معهد دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني دبي سايبر إنوفيشن بارك، نوعي فيها أو نرفع الإمكانيات حتى فيها في الناس المختصة، فمش فقط التوعية. خلينا نتكلم باختصار عن الاستراتيجية لكم. نعم. الآن من خلال منظمة استراتيجيتكم وأهدافكم. نعم. في دبي. نعم. شوف الاستراتيجية، الحلو في استراتيجية دبي الأمن الإلكتروني هي على مستوى المدينة كامل مع الدوائر الحكومية، فنوصل فيها لكل أفراد المجتمع. ما هي مفصولة عن بعض، هي مش فقط لدبي الرقمية أو لمركز دبي للأمن الإلكتروني، هو للجميع، لكل المؤسسات الحكومية، وفيها مؤشرات الكل لازم يعني يتفاعل فيها. فالحلو في هذا في هالاستراتيجية أن هي بالتكاتف مع الجهات الحكومية، نوصل نوضع أهداف ونشتغل مع بعض، نولد فيها أنظمة ولا سياسات. فعلى سبيل المثال يمكن طلعنا بسياسة السيارات ذاتية القيادة، واقع راح نعيشه إن شاء الله في المستقبل. فهذه السياسة اشتغلنا فيها مع هيئة الطرق والمواصلات،
فتكاتفنا معاهم وطلعنا بهالسياسة وطلقناها الحمد لله. وكذلك مع دائرة الصحة طلعنا بسياسة لأنظمة الحساسة اللي تستخدم على الأشخاص مثل مالة القلب والسكري. صح. فهاي كلها بعد فيها لها سياسات ولازم واحد يتمثل بها والأنظمة الطبية بشكل عام. فطلعنا بهالسياسة بالتعاون معاهم. التعاون مع الجهات هو أساسي يعني في اللي هي الشراكة مع كل الجهات للتعاون معاكم. وشو الرؤية؟ الرؤية أن نجعل المدينة أمن رايدة في مجال الأمن الإلكتروني ونوفر بنية تحتية آمنة وموثوقة لدعم الاقتصاد الرقمي اللي ياسين نعيشه اليوم. والأمن السبراني صار مهم لكل دولة. ما دام عندك تحولات رقمية وعندك منصات يجب أن يكون دور كبير في حماية المنصات. نعم. حتى يعني تصل الخدمة بالصورة الصحيحة. والحمد لله هذا في تصاعد مستمر، لأن إذا أذكر من قبل 5 سنين الوضع هاك في الناحية من ناحية التوعية، واليوم نشوف في فرق كبير وفي المنطقة بشكل عام على فكرة، يعني نشوف الوعي وايد زاد وإن شاء الله باقي للمجتمع يستفيد. هذا دوركم عاد، هذا دوركم. إذا كان هناك الأمن في الشارع، هناك الأمن الإلكتروني. نعم. ضروري، وخاصة الأمن السبراني. سعادة عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السبراني بمركز دبي للأمن الإلكتروني دبي الرقمية، شكرا لك. مشكور أبو أحمد. شكرا لك. الله يسلمك. مشكور. العفو. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية برنامج ديوان الملة. فاصل وراح نرجع لكم في مواضيع أخرى وأيضا ضيوف متميزين في جايتكس.